اهلا بحضراتكم من جديد. و سهيله وفيق نجمتنا، نجمه الفولي بول في النادي الاهلي، واللي طبعا بتلعب في الان سي دبليو اي الجامعات الامريكيه. هي يعني من الطيور المهاجره، مش مهاجره قوي يعني بتروح تلعب، وفي بعد انتهاء دراستها ونهايه مباراتها هناك بترجع تشارك مع النادي الاهلي. بنرحب بيكي سهيله وفيق، اهلا بيكي في قناه الاهلي للمره يعني الثانيه والثالثه، ودي حاجه تسعدنا جدا. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك، انا مبسوطه قوي ان انا معاك بجد. سهيله، يمكن احنا اخر لقاء كان بينا كان من 5 6 شهور تقريبا قبل بطوله افريقيا، صح؟ دي حقيقه. ورحت شاركت بطوله افريقيا، وكان يمكن ده اول مره تشارك افريقيا من فتره، صح؟ صح. كان اخر مره شاركت فاكره كان قبليها 2019 2019 قبل الكوفيد. ودي البطوله دي اللي شاركتها، يعني فرق دي كانت تبقى 2022، يعني شاركت بقى 3 سنين بالظبط. والجميل انت كمان اديتي فيها كويس، الحمد لله. صح ولا غلطان؟ الحمد لله. يمكن اول كاس او اول بطوله او اول يعني جايزه انت واخداها معانا على الترابيزه هي احسن بصير في افريقيا. ايوه. طب انت لما خدت البطوله دي كنت متوقعها اثناء البطوله ولا مش معاك لوبو ازاي؟ لا بصراحه ما كنتش متوقعها خالص، يعني انا كنت بلعب عادي جدا وكنت بحاول ابذل اقصى حاجه عندي عشان كان نفسي قوي قوي من جوايا ان احنا نكسب البطوله دي. بس الحمد لله يعني جت كده. ما كنتش متابع ارقامك في السكاوتنج في الاحصائيات؟ لا. ولا بتلعبي وخلاص مش بص؟ لا ما كنتش بص خالص، يمكن بص ابتديت ابص مثلا في اخر ماتشين ثلاثه، انما في الاول لا خالص. ما انا برضه في الاول على فكره ما كنتش بنزل، يعني في الاول كان عدد يعني نزولي يعني ما كانش لا خالص. فانا ابتديت انزل في الاواخر شويه، المتقدمه شويه. ايوه. يعني انت خدت دي مثلا في مباراه اقل، يعني عدد مباريات قليل، يعني مباريات انا لعبت كل المباريات الحمد لله، بس قصدي يعني يمكن مشاركه بكثافه. مشاركه بكثافه كانت في الاخر. طيب يعني يمكن يعني وانت ومسافره امريكا ورايحه لهم بكاس احسن بصيره في افريقيا، تضحكت طبعا لان حاجه زي كده بتديك بوش جامد جدا هناك وبيقدروها جدا جدا. خدت الكاس الزغنون ده مكتوب عليه طبعا احسن بصير في افريقيا، ورحت لهم، عملوا معاك ايه هناك؟ كابتن عمل لي حفله هناك فعلا. اول لما وصلت كان مبسوط قوي بيا، هو اصلا كان متابع يعني البطوله في مصر، وقال لي يعني ان انا لعبت كويس، وكان مبسوط جدا جدا، قال لي حتى يعني احنا هنعمل لك حفله هناك. فعلا عمل كده. طب احنا الحاجات دي ما حطيتهاش ليه على السوشيال ميديا؟ كنا عايزين نشارك معاك اللحظات الحلوه دي. كنت مبسوطه قوي عشان كنت رجعت خلاص على الدوري بتاعي هناك، وكان عدى فتره على بطوله افريقيا وكده، فما كنتش حابه يعني ان انا يعني ان انا ارجع بقى تاني وانزل تاني افريقيا، عشان بصراحه انا برضو من جوايا كنت متضايقه قوي ان احنا خسرنا. طبعا لان هو المكسب، مش متقبله خالص المركز تاني لحد دلوقتي. انت ما بتحبيش تخسري خالص، ما بتحبيش النادي الاهلي يخسر اصلا خالص نهائيا. طيب انت رحتي هناك وهم في الجامعه عندهم احسن بصير في افريقيا، خلي بالك برضو دي يعني حاجات الاثنين بيساعدوكي طبعا، يعني الجامعه بتساعدك على المستوى والاداء، وبتيجي هنا اكيد تأدي كويس، اكيد، وهنا لما بتاتشيف حاجه كويسه بتروح أكيد. هناك بتساعدك اكيد. طيب هم هناك ساعدوكي بايه بقى هنا؟ يعني انت ايه اللي اكتسبتيه؟ اكتسبت خبره الملعب، دي اكتر حاجه البصير بالذات او اللعيب عموما في حياته محتاجه. انا ما كنتش هبقى كويسه، الواحد عنده تالنت وعنده تمرين وكل حاجه، بس في الاخر انت بتلعب، مش بتلعب تحت ضغط، مش بتلعب تحت منافسه. التمرين عادي، انت النهارده كسبت خسرت تمر في كل حاجه بتستفاد، انما الماتش حاجه تانية. انت محتاج يا تكسب يا تخسر، الموضوع منتهي. وبعدين احنا هناك الماتشات بتاعتنا كلها ما فيش ماتش سهل، مفيش ماتش انت داخل عارف ان انت داخل كسبان وخارج، احنا معظم الماتشات بتاعتنا كسبانها 32 30 في الجيمات. يا خبر ابيض. مفيش ماتش بيعدي كده خالص. خبره جامده جدا. وضغط على طول، ضغط، مفيش بوينت بيخلص بسرعه، مفيش ماتش بيخلص كده، لازم قبل الماتش بتفضل تحضر له كتير قوي عشان تعرف تخش تكسب الماتش. ف صعوبه جدا. لا وخبرات مش هتلاقيها في حته تانية. دي حقيقه. دي يعني بجد حقيقه. بتلعبوا كام ماتش في الاسبوع؟ 3 ل 4. لا والله كل اسبوع 3 4 ماتشات. 3 ل 4 وورا بعض، يعني خميس جمعه سبت حد مثلا. عشان برضو مش عايزين يعطلونا عن دراستنا. طب والماتشات دي بتبقى في الجامعه دي؟ صور طبعا لسهيله مع فريق جامعتها في الولايات المتحده الامريكيه. طيب انتوا لو الماتشات دي بره الجامعه، يعني انتوا لو سافرتوا ولايه ثانيه، طب ما انتوا بتغيبوا عن المحاضرات. انا تقريبا ما حضرتش الجامعه، الدكاتره ما يعرفوش وشي. طب محتاج مجهود اكتر عشان تذاكري كده.
مجهود جامد، وهم بصراحه موفرين لنا دكاتره لوحدنا في الوقت اللي احنا حابينه برضه كمان. احنا لينا حاجه هناك اسمها بورت سنتر. البورت سنتر دوت انت اي ماده انت محتاج فيها دكتور لوحدك بيجي لك في المواعيد اللي تناسبك يقعد معاك يشرح لك. ايه الجمال ده؟ بس مش لكل الطلبه صح؟ للاثليتس بس. اللي هم شغال اللي هم في البروجرام بتاع الرياضه. هناك يعني مثلا الفولي بول ده اسمه بروجرام. بالظبط. لا ده احنا عايزين نتكلم على دي، سيبوا الصوره دي كمان يا جماعه. دي طب دي احنا معانا في الاستوديو على فكره يا جماعه الدرع ده في سهيله وفي اول كونفرنس 2022 فولي بول. ده ايه بقى؟ ده احسن بصيره في الدوري. برافو، يعني واخده هناك في دوري الجامعات الفولي بول في امريكا احسن بصيره. الحمد لله. ما شاء الله. تاني طيب سنة. طيب ده يعني اكيد يعني موضوع صعب، يعني انت برضو جداً. عشان توصلي لحاجه زي كده ما جاتش بالسهل، في منافسات من لعيبه تانية سوري لعيبات تانيين والدنيا مش سهله، يعني الموضوع ما انتش رايحه فسحه عشان تاخدي بطوله تاخدي الدرع ده. طيب ليه ادوهالك عشان ارقامك بس ولا عشان ايه؟ يعني ايه ليه؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه. الاول احنا دخلنا دوري جديد، احنا اتصعدنا مش اتصعدنا بس يعني هي هناك حضرتك عارف ان الدوري جامعات متقسم. صحيح. هم 50 ولايه، ففي ديفيجن 1 ديفيجن 2 ديفيجن 3. انا الحمد لله بلعب ديفيجن 1. ديفيجن 1 ده متقسم لكذا دوري عشان هم 50 ولايه. تمام. كتير جدا، فنقلونا من هورايزن ليج لحاجه اسمها ام في سي ليج، ميزوري فالي ليج. تمام. فده دوري جديد اصعب بكتير من اللي انا كنت فيه كمان السنه اللي فاتت. كل الفرق اللي فيه فرق كانت بتشارك في بطوله الانس دبليو اي ديفيجن 1، حتى بتشارك في الانس دبليو اي تشامبيونشيب ذات نفسها اللي هو اول كل دوري بيروحها. صعبين جدا جدا يعني اللي انا. طب انتوا اتصعدتوا للام في سي، اتصعدتوا له بناء على نتائجكم السنه اللي فاتت؟ بناء على نتائجنا وبناء برضو ان هي عشان احنا بقينا نتابع اكتر عشان احنا عملنا نتائج كويسه قوي فعلا. فقال لك احنا هننقلهم الام في سي ليج عشان هم ابتدوا يتشافوا بيزيكلي، يعني موضوع شويه جاي سياسه للماني. وايز للجامعه في الاول والاخر ده انتصار جدا. ده اول مره تحصل في التاريخ ان احنا نعمل كده. مش هينسوكي على فكره بجد والله مش هينسوكي. يعني اتصور ان انت لما تخرجي من الجامعه هم يبقوا زعلانين جدا. الكابتن مش عايز اتخرج. ما هو هتلاقي يقول لك شوفي لك اي حاجه ترسيها. صوتي سنه. فبقول لك ايوه يعني هم هيزعلوا جدا، ده ممكن حتى يخلوا التيشيرت بتاعك ورقمك محدش يلبسه بعدك. في حاجات بيعملوها في الجامعه كده. هم جمال بصراحه. هم عملوا معايا كل حاجه كويسه يعني. طيب طلعتي على الليفل الام سي الام في سي ولعبت ماتشات، ومع ذلك برغم ده دوري اصعب وليفل اصعب. وللاسف خسرنا، احنا خدنا تالت. تالت كده خسرته؟ يعني شايفه تالت دي خساره؟ طبعا دي خساره فادحه، احنا خسرنا من اول اللي خد اول عموما يعني. بس خساره فادحه، بس ان احنا نخش في ليج جديد ونكسب لحد تالت، دي اول مره تحصل في التاريخ، في تاريخ الجامعه. اصلا في تاريخ الام في سي الناس بتتكلم، الكباتن بيتكلموا علينا هناك بيقولوا الفرقه دي انستوببل، يعني ما حدش عارف يوقفها. ما حدش عارف يوقفها لان الكابتن هناك حط لنا سيستم جديد. كل لعبنا سريع. كل لعبنا سريع يعني. شفت احنا دايما بنيجي نتكلم على السريع في الملعب، لعبه ولا اتنين والدنيا تقوم. بالظبط. ده اللعب الطبيعي بقى بتاعنا هناك. كل الاطراف بتاعتي بتلعب اللعب السريع بتاع نص الملعب. فما حدش كان عارف يوقفنا خالص. بس ده ريسك شويه. ريسك جدا ومحتاج تمرين جدا. ما طبعا احنا هناك ما بتعملش حاجه، انت بتتمرن بقى. مفيش حاجه في دماغك تانية. طيب خلينا نقول بقيه الجوائز. ماشي، احنا يعني بس عشان الناس الساده المشاهدين احنا معانا حاجات كتير. احنا معانا يا جماعه خاتم حلو جدا، خاتم ما شاء الله بجد. يعني اصل في الام بي اي لما بيكسبوا، معلش تسمحوا لي بس اطلعه من بعد اذنك صغيره من العلبه. الخاتم ده في الام بي اي حتى اللعيبه لما بيكسبوا بطوله الام بي اي باسكت بول بياخدوا الرنج ده. فتلاقي مثلا ماجيك جونسون كان بلاش، مايكل جوردن اهو. خاتم حاجه قيمه جدا وفخمه ما شاء الله. فتلاقي البطولات لما بتاخد المركز اول يدوك رينج، فبتلاقي لعيبه طالعه لابسه 6 رينج 7 رينج، ده عدد البطولات اللي اخدها. ايه قصه الرينج ده بقى سؤال؟ ده اول دوري السنه اللي فاتت. اول دوري بياخدوا مقاساتنا ويجيبوا لكل حد مقاسه. ده مكتوب عليه اسمك. ده بيجي لك مخصوص. أيوه. بالطلب. ايوه ما شاء الله. لا حاجه جميله جدا. طيب يعني ده عشان خدته بس ما كنتوش ام في سي. لا لا، كان الدوري اللي انتوا طلعتوا منه. بالزبط. خدته فيه اول. بالظبط. طيب يعني بتاخدوا اول، بيجي حد، لا اكيد بالتفصيل، بيجي حد ياخد بيجي حد من الليج هناك ياخد مقاساتنا ويختار احنا عايزينه في انهي صباع وكده، ويختار الاسم اللي احنا عايزين نكتبه عليه كمان. ف والكابتن بتاعنا هو اللي عمل الديزاين ده.
لا بس والله خلي بالك في الام بي اي نفس الديزاين نفس الشكل. لا لا هو هتلاقي حتى احنا عشان يو اي سي في شيكاغو عملها يو اي سي ولبني عشان اللون الرسمي بتاع شيكاغو لبني. لا وخليني اقول له خليني اقول لك انه لا هو شكله شياكه وفخم وكتب عليه شويه كلام من جوه كده. لا انا طبعا مش جايب الكلام ده، الدنيا ضلمه شويه مش قادر اجيبه، بس الجميل هو طبعا علبته شيك جدا والخاتم نفسه كويس. بس اللي عايز اقوله لك انه الديزاين قريب جدا من الديزاين بتاع الخواتم بتاعت الام بي، تعرف الباسكت هناك لعبه شعبيه كبيره. اعتقد هي نفس الشركه تقريبا، ممكن صح، لان انا شايف ان هي حتى نفس ال طيب يعني طبعا ده جايزه من الجوائز خاتم وما شاء الله احسن بصير، بس انت مميزه في حاجه تانية في السيرفات. يعني انت في السنه اللي فاتت تقريبا او قبلها واخده برضو احسن سيرف. في اليو اي سي بقى تقريبا صح ولا اليو اي سي اللي هو الدوري اللي هو اللي انت كنت بتلعبي فيه. طيب السنه دي اخبارك ايه في السيرفات؟ كنت تالت احسن سيرف برضو مش بعيد. هما بيدوا اول وتاني يعني، بس انا كنت تالت بقى ما كنتش بعيد يعني، يعتبر ممتاز يعني الحمد لله. بس انا كسهيلة يعني مش حاطه قوي في دماغي السيرف على قد الباسر. شغلك هو ده شغلك. يعني حتى انت السنه اللي فاتت لما جيت لعبتي مع الاهلي بان الحمد لله. لا يعني بقيتي بترفعي كمان وانت مش شايفه، يعني الباسير الكويس اللي يرفع ومش لازم يبقى شايف اللعيب اللي بيرفع له، انت حاسه بالسنس وفاهمه. لا الباسير هو 50% من الفرقه. طيب يعني احنا فاضل لنا كم شهر في الجامعه؟ فاضل لنا سنه ان شاء الله. سنه ان شاء الله، سنه كامله 12 شهر ان شاء الله. ده انت بتحاولي تزودي في الوقت عشان تقعدي معاهم اطول صح ولا هو الطبيعي؟ لا خالص، انا هتخرج في 3 سنين ونص. ليه ماشيه بسرعه كده؟ هم كام هناك زعلانين ليه 3 سنين ونص وليه هم عايزين اكمل ماسترز؟ بس انا لسه مش عارفه الخطوه دي صح. لا يعني انت فاضل لك سنه كامله ان شاء الله. طيب انت نزلتي اجازه مظبوط؟ قعدتي نزلتي يوم كام؟ نزلت يوم 4 يوم 4 ديسمبر. ديسمبر دي اجازه الكريسماس هناك. لغايه كام بقى؟ 8 لغايه 15/1 ان شاء الله. 15/1 طب كويس، اجازه طويله ما شاء الله ان شاء الله. طيب وبتتمرني هنا مع الفرقه ولا تتمرني لوحدك؟ لا بتمرن لوحدي. تتمرني لوحدك. طيب ده مش ممكن يعني مستواك لما ترجعي ولا الدنيا هناك لما ترجعي بقى في وقت كافي؟ لا انا لما هرجع هبتدي تاني فتره اعداد للسيزون بتاعي الجديد، فانا معايا كل الوقت. السيزون يبتدي امتى؟ السيزون بتاعي في 8 لسه. لسه يا ده لسه بس احنا عندنا كام بطوله في السمستر اللي جاي دوت، عندنا كام بطوله بس مش بطوله رسمي يعني. ده الكابتن دايما بيحب ان هو يعمل بطولات في اخر السمستر انشطيه مثلا كده بالظبط، بحيث ان احنا ما ننساش ما نبعدش كل الكلام ده. طيب برضو احنا عندنا جايزه رابعه في الاستوديو ده يو سي اف صح ولا ايه؟ ايوه كده يو سي اف. طب ايه الجايزه دي بقى؟ دي كانت اخدت احسن لعيبه في بطوله قبل ما نبدا الدوري، عملنا بطوله وديه في جامعه يو سي اف، كان فيها حوالي 5 أو 6 فرق. نفس الولايه اللي انت فيها؟ لا كانت في ولايه تانية. ولايه تانية. والباقي الجامعات سافرت لها، هم اللي كانوا مستضيفينها. كان كام جامعه مشاركه فيها؟ 6 أو 7 جامعات تقريبا ولعبناها. خدت احسن لعيبه. خدت احسن لعيبه. مش احسن بصيره بقى؟ لا احسن لعيبه. طب ما احسن لعيبه ده الاستقبال برضه، ما هتلاقي الاستقبال وارسال يعني مقيمه في كل شيء. الحمد لله. طب برضه انا برضه ماتشاتك هنا وانت معانا هنا في مصر، انا شايف برضه في طفره في مستوى في الاستقبال، مش عايز برضه ايه يعني اكسرك في البصير ده طبعا المين جوب بتاعك، ولكن انا بتكلم على الاستقبال. لا انت كمان عليتي جدا في الاستقبال. في الديفنس. صح؟ وكل ده شغل، نتيجه شغل هناك. طبعا طبعا. انا على طول بتمرن حتى قبل تمرينتي يعني. انا بروح لوحدي مع مساعد المدرب والمدرب نفسه، بنشتغل مع بعض على طول ساعه قبل التمرين. على طول يوميا. والتمرين بيبقى الديوريشن بتاعه قد ايه؟ ساعه ونص. يعني ساعه لوحدك وساعه ونص مع الفرقه. وانت الصاله قريبه من نفس مكان الاقامه، الكامبس اللي قاعده فيه قريب جدا من الصاله، انتوا بتقعدوا في نفس المكان بالظبط. طيب برضو في السفر ما بين الولايات، انت في ولايات الفرق توقيت 6 ساعات، يعني هي قاره لوحدها، امريكا قاره حقيقة. من الشرق للغرب. لا بتعملي ازاي؟ بتظبطي الدنيا دي؟ وهل بتروح طيران ولا ممكن تروحوا مثلا اوتوبيس؟ معظم الوقت بيبقى باص، بس سافرنا كتير قوي السمستر ده طيران برضو. هم بيجيبوا لنا واي فاي في الباص، بحيث ان اي حد محتاج يذاكر، محتاج يعمل اساينمنتس عليه بالزبط. يفتح ليكتشرز، كل الكلام ده بصراحه بيبقى فيه واي فاي حتى في الباص. فانا على طول بنجز في الباص. بس وقت طويل، ممكن تقعد 10 ساعات 12 ساعه قوي. يعني طويل قوي. احنا والله في يوم سافرنا فيه 20 ساعه مش متواصلين. كنا بنروح نسافر مثلا 6 7 ساعات، نقعد في اوتيل ولا نقعد في اوتيل، نبات تاني يوم نلعب الماتش، نخلص ونسافر تاني 4 ساعات، ونبات في اوتيل نرجع تاني يوم نلعب ماتش، نسافر تاني 4 ساعات. فاحنا في مره في بطوله من البطولات سافرنا 20 ساعه.
يا خبر ابيض، يعني الموضوع بس مش موضوع تمرين، ده مجهود. بس اقول لك على حاجه، حياه حلوه ليه؟ انت ما عندكيش دقيقه فاضيه كده كده بصراحة. انا ما بفضى هناك، بزهق قوي. لا وخلي بالك برضو، انت بتتكلم تمرين، ماتشات، اكل، شرب، نوم، ده انت تلاقي النوم ما بتلاقيش وقت تنامي. دي حقيقة. طيب انت، عشان بس جمهور النادي الاهلي اكيد بيتفرج علينا دلوقتي والناس متابعاكي وحابه ان انت تبقي مع الفرقه، ممكن تلحقي نهائيات السنه دي؟ ممكن. يعني انت نهايه جامعتك امتى؟ اكاديميك، مش هتكلم بقى ماتشات، انت الموسم خلص. أول 5 تخلص أول 5 ممكن الماتش يعني، او الدوري الطايره بيتاخر. دي حقيقه. ولو ترجعي بتاخدي برميشن من الجامعه ان انت تلعبي. لازم، ما اقدرش العب من غير ماي برميشن هناك. وتقدري تعملي ده والدنيا ما. يعني انت ان شاء الله بشكل كبير جدا ممكن تكوني معانا باذن الله، اذا كانت النهائيات بتاعتنا بعد 5 هتكوني معانا ان شاء الله. طيب بلاننج بتاعك ايه؟ يعني ناويه ايه بعد الجامعه؟ احتراف بقى. احتراف. كمل احتراف. يعني ناويه ان انت لو جالك فرصه او حاجه في اوروبا في حاجه تكملي، وانا سبورت ده معاكي. ربنا يخليك. يعني جد، وانت كمان في النادي الاهلي يوم ما هيطلبك انت مش هتاخري. لا عمري. زي ما بيحصل كل وقت. لا. يعني انت ممكن تعتبري كانك لعيبه محترفه لينا وبتيجي في الجد. فبالعكس، وكمان انت مش غريبه على الفرقه، يعني الفرقه وشفتك انا في الماتشات كنت موجوده صح؟ جدا. ماتش الصاله، ماتش الزمالك اللي كان في الصاله عندنا انا شفتك. ايوه، انا اول لما نزلت وعرفت ان هم عندهم ماتش يعني اليوم دوت، قلت ماما تعالي نروح نتفرج. ده يوم السفر؟ يوم السفر اول لما جيت على طول. جيتي من السفر غيرت هدومك ورحت جاي على الصاله على طول؟ برافو عليك، حب النادي الاهلي. ما فيش كلام يعني، انت يعني مبسوطه قوي ان هم كسبوا. وبطوله افريقيا، ما انت لعبت بطوله افريقيا السنه اللي فاتت وما كنتش يعني كان عندك سفر واخرتيه ورحت افريقيا، وبرده بالتنسيق مع الجامعه. بس بصي، انت عملت شغل كويس قوي بصراحه، يعني انت ناجحه نجاح يعني هيدي انطباع للاعبات المصريات، يعني هيبقى في طلب على اللاعبات المصريات هناك. واللي يروح لازم يكون بنفس المنتاليتي بتاعتك. دي حقيقه. نفس المنتاليتي اللي عايز يشتغل واللي عايز يعمل حاجه كويسه. الحمد لله. سهيله بجد انا سعيد جدا، الوقت عدى كتير. انا اللي مبسوطه والله جدا انا كنت مع حضرتك. لا ده انا مبسوط بيكي جدا، والحقيقه انت يعني زي ما بيقولوا سفير مميز وجيد للنادي الاهلي وليكي في الاول طبعا، والنادي الاهلي وكل اللاعبات المصريه. شكرا قوي، بشكرك، نورتيني وشرفتيني. شكرا قوي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده مع سهيله وفيق. زي ما انتم شايفين منتاليتي مختلفه، شغل مختلف، من جد وجد ومن زرع حصد. سهيله عملت اللي عليها، واخد الامور بجديه، رايحه في مستوى تاني، وان شاء الله هتكمل على المستوى ده عشان تفيد نفسها وتفيد كمان منتخب مصر وتفيد النادي الاهلي. بشكركم، هنطلع لفاصل، هنرجع بعد الفاصل هنستقبل نجوم او شباب الوتر بولو بعد ما فازوا ببطولة أو بطولة الدوري، ولكن بعد فاصل.